إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من خلال هذا البث المباشر هنا من قلب مدينة فاس بطبيعة الحال العاصمة العلمية للمملكة، في المحيط ديال المركب بطبيعة الحال ديال المركب الرياضي بفاس. بطبيعة الحال حالة ديال استنفار أمني كبيرة هنا قبل المقابلة اللي غتجمع فريق المغرب الرياضي الفاسي بفريق المغرب التطواني كأول مقابلة في هذا الموسم بطبيعة الحال. وغنحاولوا نقربكم من الأجواء هنا خارج المركب وداخل المركب بطبيعة الحال. كما كتشاهدوا الجماهير ديال تطوان كذلك وصلت في الأثناء، والجماهير المصاوية أكيد متشوقة لربما يعني لإعطاء واحد الصورة مشرقة إن شاء الله للعاصمة العلمية. إذا كما كتشوفوا بطبيعة الحال حالة ديال الاستنفار قصوى هنا، ورجال الأمن بطبيعة الحال دايرين الدور اللي عليهم ويحرصين على تنظيم يعني العمليات الولوج نحو الملعب بشكل يعني شكل كبير. إذا غنقربكم الأجواء والمستجدات متابعينا ومشاهدينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا حنا بطبيعة الحال خارج المركب، هذه الأجواء قبل انطلاق المقابلة ديال أول مقابلة في هذا الموسم. أكيد بطبيعة الحال يعني الكل يعني متشوق لربما لتحقيق نتائج في المستوى تطلعات ساكنات العاصمة العلمية للمملكة. كنحاولوا لأن نقربكم الأجواء. شوفوا متابعينا الكرام غندخلوا معكم أكيد هنا الحالة ديال الاستنفار قصوى خارج المركب. ألف شكر بطبيعة الحال لرجال الأمن على التنظيم ديالهم، الحرص ديالهم على السير يعني المؤمن ديال هذه المقابلة، فألف شكر لهم مرة أخرى. غنحاولوا لأننا نقربكم من الأجواء والاستعدادات اللي كاينة هنا خارج المركب. بكل صدق استعدادات على قدم وساق، حرص لرجال الأمن والقوات المساعدة على التنظيم ويكون محكم طبيعة الحال كما العادة. غنحاولوا لأننا نقربكم أيضا. خويا صبر صافي بخير، ما بغاش الحمد لله اخي، بغينا نبيع باسطه اخويا، ما بغاوش يخليونا ندخل، ما داروش معنا الحل اخويا. يديروا معك ان شاء الله، يديروا معك توقعات ديالك نتيجه المقابله كنعرفوا. نتيجه المقابله غتخسر الماس 4-0. شوف شوف حنا خويا خويا حنا غنربحوا بالرجوله، والله الا غنربحوا بالرجوله. واش من السوق الى ربما لتحقيق اللي لا اللي في اللايف يمشي يلعبوا مجد الزيرو بالرجوله غتربح، والله الا غتربح. شوف حنايا خايب خايب، شوف شوف حنايا خايب خايب. حنا بغينا حاجه وحده من هذا الفريق هذا، غير يربح هذا الماتش هذا مع الله وعاصم الفرحه. حنا توحشنا شكرا. الجماهير المصاوية كتشوفوا متشوقه بطبيعه الحال لتحقيق الانتصار. حاله ديال الاستنفار كبيره كاينه هنا محيط المركب الرياضي لفاس، والله العظيم الى الجماهير متعطشه لتحقيق ربما نتائج ايجابيه اللي تفرح اللي بطبيعه الحال الجماهير. انتم كتشوفوا بروح رياضيه المغرب التطواني مع الماس. برافو برافو، مدينتهم الثانيه خوتي كنرحبوا بهم من هذا المنبر هذا، وباغي انت حنايا يفرحونا وكذا، وهذا يربحوا سالي سالي الجامعي سير بحالك، الجامعي الجامعي ارحل ارحل. اذا كما كتشاهدوا بطبيعه الحال متابعينا كنحاولوا لان نقول لكم ربما الاجواء هنا خارج المركب، الاجواء مضبوطه محكمه، تنظيم يعني في المستوى المطلوب. كنحاولوا لان بطبيعه الحال نقربكم من كل صغيره وكبيره. الف كنتمناو صادقين يعني من الاعماق ديال القلب، وكنتحدثوا يعني لربما نقل يعني الـ يعني الـ يعني كغيرة على هذه المدينه. نتمناو باش لان ربما في قادم المقابلات في المقابله هذه يكون نتائج ايجابيه اللي تشرف هذا المغرب الفاسي بطبيعه الحال. فريق عريق فريق عريق اللي بغينا نسترجعوا ربما الامجاد ديال 2011. نتمناو صادقين باش لان ربما نكثفوا المجهودات من اجل استرجاع الامجاد ديال 2011. هذه الاجواء بطبيعه الحال خارج المركب، غنحاولوا نولجوا للمركب وسط بطبيعة الحال. استنفار كبير كما كتشاهدوا معنا متابعينا ومشاهدينا الكرام. نحاول نقربكم من الأجواء. هذه الصورة بطبيعة الحال، الكل متعطش لربما الشاقو يعني الجماهير العاشقة الكيان الصفراء. هنا المدرجات أكيد أن الألترا غتكون واجدة من أجل ربما تقديم صورة حضارية على المدينة ديال فاس. نتمناو هذا الموسم، انا كنقول بكل صدق يعني من اعماق القلب، نتمناو يكون نتائج مفرحه.
عناصر ديال الامن والقوات المساعده يعني حال السفر قصوا هنا على برا لتنظيم محكم حدود الساعه. شكرا يعني للمشرفين على تنظيم لربما الولوج العمليه ديال الولوج للملعب. اكيد غادي نقربكم من المدرجات لحدود الساعه، مازال ما سمعناش لربما الاهازيج ديال الالترا، مازال الوقت شويه. غنرجع لربما بعد لحظات متابعينا مشاهدينا الكرام لنقل يعني الصوره. كنحاول على انني نشوفوا بطبيعه الحال الاجواء كيفاش دايره. غنحاولوا نوجهوا للملعب كذلك ونقلوا لكل صغيره وكبيره تتعلق بهذا المقابله. اذا غنواصل معكم بطبيعه الحال حافلات ديال المغرب التطواني وديال مصر، غنشوفوا واش وصلوا ولا مازال. الدنيا ديال الاجواء بطبيعه الحال حاله ديال السنفار كبيره. خويا العزيز صافا سي حسين في امان الله. عليكم بخير ان شاء الله. طيبه بخير على خير. مصاوير بامتياز. الله يكبر بك. متعطشين لربما للمقابلات وتحقيق لربما نتائج ايجابيه، شنو الرساله اللي توجد انت كمصاوي يعني عاشق الكيان الصحراء؟ نتمنوا النتيجه، نتمنوا لهاد النتيجه ان شاء الله تكون انطلاقه ممتازه بالسي طارق سكيتي ومع الجمهور تا هو معاهم. كنتمنوا نحققوا شي نتيجه باش نمشيو في الطريق الصحيح. نعم نعم. واش لربما الظروف الان العامه ديال انطلاق الموسم كيفاش دايره انت كمصاوي بكل فرق؟ في هذه اللحظه هذه مازال ما نقدرش نقول لك انا بالضبط. حتى نشوفوا تنطلق المقابله وعاد نشوفوا الامتيازات اللي غادي تكون هي وشنو هي. مازال ما يكذب عليك شي واحد اي جمهور من حتى شي حاجه في المعطيات. اول مقابله شنو غادي تعطينا وداك الساعات غادي نشوفوا شنو كاين. اللاعبين السي حسين اللاعبين واش عندك شي اخبار عليهم؟ اللاعبين اللي جاوا جداد واش التاهيل ديال اللاعبين قربنا يعني ربما المستجد؟ كما سبق وقلت لك اخي ما نقدرش نعطيك حتى معطيات بالنسبه للاعبين. اللاعبين اول مقابله غادي نشوفوا اللي تكلفه واللي ما تكلفاش. نعم. وكيفاش هاد اللاعبين غادي يكونوا مازال ما نقدرش نكذب عليك حتى شي حاجه تنشوفوا في ارض الميدان. بالنسبه للجمهور نخليو للفريق نمشيو للجماهير، شنو نوجه رساله للجماهير العاشقه الكيان الصفراء اللي جايه؟ كنتمنوا اللي الجمهور راه مصر هو جمهورها. مصر راه كتمشي بجمهورها، ولا جمهورها ما كانش غادي تكون المغرب الرياضي الفاسي. كنتمنوا يبقاو معاهم حتى لاخر لحظه ونتمنوا الخير ان شاء الله. شكرا. تبارك الله عليك. اذا كما سمعتوا بطبيعه الحال خدينا التصريح ديال السي حسين، اكيد بطبيعه الحال كيتمناو خير يعني لان ربما يكون تحقيق نتائج ايجابيه اللي تفرح الجماهير ديال المغرب الرياضي الفاسي العاشقه الكيان الصفراء. اكيد الطموح ديالنا جميع، الطموح ديالنا والامل ديالنا باش نال ربما يكون مستوى يعني خاصه مع قدوم ابن الدار طارق سكيتيوي. قلت خاصه مع قدوم ابن الدار طارق السكيتيوي لان طارق كيبقى يعني عارف لربما المطالب ديال الجمهور، لربما غيحس بال يعني بالفريق، لربما غيكون ذاك الحماس. شفنا يعني المنتخب الوطني المغربي ملي كان وليد الركراكي يعني مدرب مغربي كيعطي بالنسبه للمغرب، بالنسبه عاوتاني للفريق اللي هو محلي يعني مغرب الرياضي الفاسي مدرب يعني محلي ابن مدينه فاس، فغيعطي لربما الكثير للفريق. نتمناو صادقين حنا كاعلام ما علينا الا نشجعوا الفريق وكذلك نساهموا لربما في اعطاء صوره مشرقه لهذه المدينه. الجماهير كدير كل ما في وسعها باش ربما تفرح، باغا غير تشوف نتائج، باغا غير تشوف الفريق ديالها كيحقق يعني نتائج ايجابيه اللي يفرحها، لان كنشوفوا التشجيعات ولكن على رقعات ارضيه الميدان ما كنشوفوش الاداء اللي كيشرف لربما الجماهير اللي كتجي كتشجع بكثافه. كنوجه الشكر مره اخرى للجماهير ديال الفاتال تيغرز، المجهودات الجباره اللي كيبذلوها داخل المركب من اجل التشجيع، كذلك كل مكونات المغرب الرياضي الفاسي. املين من الله عز وجل باش ربما هذا الموسم ينطلق بالامل، ينطلق بالتفاؤل، ينطلق بالعزيمه بالاصرار من اجل تحقيق لربما واحد النهضه كرويه على مستوى مدينه فاس، واللي يعني ساكنه فاس يعني متعوده لربما بالانتصارات يعني ملفين لربما بالانجازات. 2011 كل ما كيتذكرش معنا الثلاثيه اللي حققها الماس، وكذلك اللاعبين اللي عطاها الماس، ما عطى لاعبين كبار للمنتخب الوطني المغربي. فنتمناو باش ربما ذاك الاشراق وذاك الاشعاع
يعاود يرجع للماس هذا الموسم ان شاء الله باذن الله. اذا غنبقى معكم لنقل ربما كل صغيره وكبيره وناخذوا الاستطلاعات ديال الراي ديال الجمهور اللي كيتوافد بطبيعه الحال بعض اللحظات غادي تكون تغطيه اخرى. غنرجع في لايف اخر. شكرا متابعينا الكرام، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله.